النهارده تداولت اخبار حول ارتفاع اسعار تذاكر الطيران وكمان ارتفاع ضريبه الدخل، وكان في تساؤلات كتيره حول حقيقه هذه الموضوعات. النهارده هنعرف مع حضراتكم حقيقه هذه الاخبار وهل هي شائعات ام حقيقه، لكن خلونا نتعرف دلوقتي على معظم ما جاء في الصفحات الاولى للجرائد الصادره صباح الغد ونحاول نشوف اوجه التشابه والاختلاف بينهم. وهنبدا مع حضراتكم من جريده الاهرام. المنشط الرئيسي للأهرام هو الرئيس التوسع في إنشاء المدن الصناعية المتكاملة. الأهرام فيها موضوعات كثيرة وعديدة، منها برضو بحث وزير الخارجية النهاردة سامح شكري مع علاوي نائب الرئيس العراقي، مكافحة الإرهاب وأزمات المنطقة، وإشارات كمان عديدة حول محادثات سلام تاريخية بين إثيوبيا وإريتريا. وغدا كمان وزير الخارجية هيكون متوجه إلى موريتانيا والعاصمة نواكشوط تحديدا لإجراءات عديدة متنوعة هنعرفها مع حضراتكم غدا إن شاء الله. هنروح للصفحة الأولى لجريدة الأخبار، والمنشط الرئيسي لها تناول اجتماعان النهاردة للرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير أو رئيس الوزراء مدبولي وأيضا وزير الإسكان وتوفيق ونصار، وكمان كان فيها عدد كبير جدا من الموضوعات اللي تم النهاردة مناقشتها وحلول جذرية لمشاكل شركات قطاع الأعمال العام. حقيقة هذه الموضوعات في غاية الأهمية، فالنهاردة تم وضع حلول جذرية للمشاكل اللي بتعترض الشركات الخاصة بقطاع الأعمال العام. في استراتيجية شاملة لتطوير الصناعة وزيادة الصادرات وكفاءة الرقابة، وكمان في موضوع حول الرياضة وما حدث النهاردة وهل سيتم التحقيق مع المسؤول عن الصفر، مسؤولية مين، هل هو الاتحاد أم كبر، هيكون في تحقيق شامل. جريدة الأخبار بتشير لهذا الموضوع. اليوم السابع المنشط الرئيسي لها عن استثناء 900 الأوائل من التوزيع الجغرافي وكمان المصروفات، وده في تنسيق القبول بالجامعات، وهو الموضوع الرئيسي طبعا للجريدة زي ما حضرتكم شايفين. في موضوع آخر أيضا حول طلائع حسم ووضعها على قوائم الإرهاب، إدراج 1187 متهم منها على قوائم الإرهاب، وموضوعات أخرى كثيرة، ولكن ملف هام جدا حول مرور 5 سنوات على 30 يونيو مصر تنتصر على الإرهاب، هذا هو عنوان الملف. وطبعا موضوع آخر حول السيسي النهاردة بيواجه بتطوير شركات قطاع الأعمال، هذا هو الموضوع المشترك ما بين كل صفحات الجرائد الصادرة صباح الغد، لأهمية هذا الموضوع الحقيقة لأنه موضوع في غاية الأهمية ويمس عدد كبير جدا من المواطنين وخاصة الأيدي العاملة. الشروق المنشط الرئيسي لها أبطال مصر يحصدون 25 ميدالية، وده في أول 5 أيام من دورة البحر المتوسط. خبر يدعو للتفاؤل لأن مش كل الألعاب هي كرة القدم فقط، إنما في ألعاب فردية بتحقق الحقيقة طاقة إيجابية كبيرة جدا للعيبة وكمان الناس اللي بتحب الألعاب الفردية، والحقيقة مصر مهتمة جدا بهذا الموضوع وفي عدد كبير جدا من اللاعبين اللي بيحصدون ميداليات ويرفعوا اسم مصر بالخارج، لابد أن نهتم بهم إعلاميا. خبر رئيسي جدا باللون الأحمر، لا تذبحوا منتخب حقق إنجازا غائبا منذ 28 عام. الصحف الإنجليزية صلاح حمل أمال المصريين على كتف واحدة، طبعا إشارة إلى أن صلاح كان مهتم جدا أكتر من الباقي، وعدد كبير جدا من الموضوعات منها أن وزيرة التضامن بتقول أنه يتم تشكيل لجنة لفحص أعمال مستشفى 57-357، الموضوعات التي أثارت طبعا اهتمام عدد كبير جدا من المواطنين في الفترة الأخيرة. الدستور المنشط الخاص بها مصبوغ بالصبغة الرياضية، هو عنوان رياضي بحت ما خفي كان أفضح، وده طبعا في إشارة لخروج منتخب مصر من مونديال كأس العالم، صورة كبيرة جدا لصلاح وهو زعلان، يعني واضح جدا من الصورة ان هو حزين جدا، وفي تحقيق على حد قول الدستور فيما حدث في روسيا. ده الخبر الرئيسي على جريدة الدستور، وصورة عريضة وكبيرة لمحمد صلاح، 20,000 دولار تسعيرة ظهور اللاعب في برنامج تلفزيوني بعلم المسؤولين والجهاز الفني. اتحاد الكرة يرفض الاستقالة ومطالب باسترداد مكافآت التأجيل من اللاعبين فجرا،
ونجلة أحمد ناجي صعد إلى غرفة الإقامة وبعض زوجات النجوم تواجدوا قبل لقاء روسيا. الحقيقة هذه الموضوعات على مسؤولية جريدة الدستور، تقروها بكرة باستفاضة في الصفحة الأولى للجريدة، وموضوعات أخرى كثيرة برضو داخل الجريدة حول هذا الموضوع، لكن الاهتمام الأبرز من الواضح طبعا في الدستور بالموضوعات الرياضية. خلونا نشوف بقى الصفحات الداخليه للصحف غدا بتقول ايه. يعني هنبدا باليوم السابع، ابرزت طبعا اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه، وكمان هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام. الرئيس السيسي وجه بتطوير قطاع شركات قطاع الاعمال العام على نحو يسفر عن تعظيم مساهمه هذا القطاع باصوله العديده والمتنوعه في الاقتصاد القومي. لسه مع اليوم السابع اللي ابرزت اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء النهارده على طبعا مع وزير الري، وعرض تقرير مهم جدا عن اجراءات الوزاره للحفاظ على الموارد المائيه وترشيد الاستهلاك، وخاصه فيما يتعلق بالمساحه المحدده لزراعه الارز لما له طبعا من دور في استهلاك المياه، فهيكون في اجراءات مشدده حتى لا يكون هناك استهلاك كبير للمياه في الفتره القادمه من قبل زراعه الارز. الأخبار أبرزت إلقاء دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيان الحكومة أمام البرلمان، وقالت أنه هيكون يوم الاثنين القادم الموافق 2 يوليو، وتم تأجيل موعد انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب لتصبح يوم الاثنين بدل من الأحد أول يوليو باعتباره إجازة رسمية بمناسبة ثورة 30 يونيو. خلونا نستقبل عبر الهاتف معانا السفير اشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. مساء الخير يا سياده السفير. اهلا، مساء الخير يا فندم. النهارده الحقيقه كان في موضوعات كثيره على مائده رئيس الوزراء، منها لقائه مع وزير الزراعه ومواجهه محاوله طبعا مخالفات المساحه المحدده لزراعه الارز. خلينا نعرف تفاصيل اكتر وكواليس هذه الاجتماعات من خلال حضرتك. الحقيقه ان الاجتماع كان مقصود منه متابعه الموقف بالنسبه لزراعه الارز. الحكومه في وقت سابق كانت حددت مساحات معينه لزراعه الارز، وده بهدف ترشيد استهلاك المياه، وكان هناك جهود من وزاره الزراعه ووزاره الري لضبط هذا الموضوع والتحقق من انه ما تم الاتفاق عليه يسير بشكل واضح. طبعا كان في متابعه من وزاره الزراعه لهذه المساحات، والحقيقه ان السيد وزير الزراعه اوضح خلال الاجتماع انه هناك التزام من المزارعين بالمساحات المحدده، وان اجهزه وزاره الزراعه والاجهزه المعاونه نجحت حتى الان في مواجهه محاولات المخالفه. من ناحيه اخرى كان سيد وزير الري كان عرض التقرير الخاص بسبل الحفاظ على الموارد المائيه وترشيد الاستهلاك وما يتبع ذلك من نتائج وجهود، وكان استمرار الوزاره في مواجهه هذا الموضوع. طيب هل هيكون في عقوبات يا فندم؟ يعني هل تحديد عقوبات لمن يخالف المساحه المزروعه للارز؟ طبعا انها بتستهلك عدد كميه كبيره جدا من المياه، هل هيكون في عقوبات ولا لم تحسم النهارده؟ بالتاكيد ان اجهزه معنيه هتاخد اجراءاتها في هذا الشان، وان هيكون في عقوبات بتفرض على من يخالف، لانه تم وضع خطه للمساحات المزروعه وينبغي على جميع المزارعين الالتزام بها، بحيث انه المساحات المزروعه اولا هي بتكفي احتياجات السوق المحلي ولازم يكون في التزام بها. ومن ناحيه ثانيه كان هناك توجيه من السيد رئيس الوزراء بانه الحكومه تتولى استيراد الكميات اللازمه من الرز الابيض بهدف ضغط السوق، بمعنى انه يكون في وفره في المعروض في السوق المحلي، زياده المعروض، بحيث انه اي محاوله للتخزين او اي محاوله انه تلاعب في الاسعار ورفع السعر يتم التحكم فيها ويتم وقتها. نعم. في البدايه. طيب على ذكر بقى ارتفاع الاسعار، في النهارده ترددت انباء حول ارتفاع اسعار التذاكر واخبار اخرى حول زياده ضريبه الدخل، هل هذه الاخبار شائعات ولا حقيقه؟ لا، شائعات يا فندم. احنا حضرتك يعني احنا من حيث زياده اسعار التذاكر والضريبه، حضرتك اشرتي للموضوعين، وهم الحقيقه احنا في بيانات صدرت من مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء اليوم، وكان واضح جدا
انه هذه الشائعات التي تم يعني تداولها في بعض او مواقع التواصل الاجتماعي هي مجرد شائعات، وده كان الحكومه الحقيقه كانت حريصه انها تلغي يعني تنفي هذه الشائعات بشكل واضح. بعض الاخبار ترددت يا فندم ان بيان الحكومه هيكون امام البرلمان يوم الاثنين القادم، هل ده صحيح يوم الاثنين القادم بيان الحكومه بالفعل امام البرلمان ولا لم يتم تحديده يعني بصوره نهائيه؟ السيد رئيس الوزراء اوضح يعني انه بيان الحكومه سيتم القاء قبل يوم 4 يوليا. نعم. وده الحقيقه الميعاد اللي هو اوضحه، لكن تحديدا يعني انا يمكن ليس لدي معلومات كافيه، ولكن السيد رئيس الوزراء كان واضح في تصريحاته الصحفيه انه هذا البيان سيتم القاء قبل يوم 4 يوليا، يعني قبل يوم الأربعاء، انما اللي بتقوله الصحف ممكن تكون مجرد اجتهادات ليس حقيقه. بالضبط كده، بالتاكيد. نعم. اللي بتقوله الصحف ده اجتهادات. نعم. لكن طبعا ده موضوع محل توافق ما بين السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس البرلمان. انا بشكرك شكرا جزيلا السفير اشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، وزي ما اكد لنا ان ما يتردد حول ارتفاع اسعار التذاكر او ارتفاع ضريبه الدخل هي شائعات ليس لها اساس من الصحه، هي بس الناس بتبقى خايفه شويه كده لما بيبقى في شويه اجازات، بيقولوا اكيد الاجازات دي مرتبطه بزياده الاسعار فتبدا الشائعات تتردد، فلا داعي لترديد الشائعات واستمتعوا بالاجازه بهدوء وان شاء الله ما فيش اي زياده في الاسعار. الشروق بكره بتشير الى بحث وزير الدوله الانتاج الحربي محمد سعيد العصار مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت سبل التعاون ما بينهما في وضع مقترح لتنفيذ الخطط المستقبليه بين الوزارتين في اطار تنفيذ خطه التنميه المستدامه 2030. الأخبار أبرزت بدء اللجان الفنية المتخصصة في جميع المحافظات في فحص الطلبات المقدمة من واضعي اليد على أملاك الدولة الراغبين في تقنين أوضاعهم وإجراء المعاينة للمساحات المختصبة وكمان تقييمها وعرضها على اللجان الرئيسة، وده طبعا البت فيها في أقرب وقت ممكن. الدستور أبرزت تصريح دكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي واللي أكدت فيها أن حوالي 1.2 مليار يورو حجم التعاون الاقتصادي مع فرنسا، وقالت كمان أنه ربما يكون هناك زيادة في الفترة القادمة. الشروق كشفت عن دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بأن شهر سبتمبر القادم سيشهد إطلاق البرنامج التعليمي وبيشمل بنك أسئلة ونموذج تصحيح إلكتروني بيستهدف جميع الطلاب، وقال أن مصر بتمتلك بالفعل سنتر دولي في يناير القادم. اليوم السابع أجرت حوار مع رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي السيد عطل، اللي أكد فيه أن جميع أعمال لاختبارات القدرات ستجرى إلكترونيا زي العام الماضي، وقال كمان أنه لأول مرة سيتم بث فيلم تسجيلي لإرشاد الطلاب عن الخطوات الصحيحة لتسجيل الرغبات الإلكترونية، يعني رغباتهم هتكون بصورة إلكترونية بحتة، ده إلى جانب استثناء 900 الأوائل بالثانوية العامة من التوزيع الجغرافي وكمان إعفائهم من المصروفات. الدستور ألقت الضوء على قرار دكتور إناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بفتح جميع المسارح والسيرك القومي والمتاحف والبيوت الثقافية وكمان الأوبرا بالمجان، وده هيكون يومي الجمعة والسبت 29 و30 يوليو بمناسبة طبعا الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو. اليوم السابع عملت ملف خاص بمناسبة مرور 5 أعوام على ثورة 30 يونيو وكتبته تحت عنوان مصر تنتصر على الإرهاب، وقالت إن الدولة المصرية حرصت على الحصول على عضوية المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وكمان نجحت الدبلوماسية المصرية في فوز مصر برئاسة لجنة مكافحة الإرهاب داخل مجلس الأمن لعام 2016، ده بالإضافة إلى إنشاء المجلس القومي لمكافحة الإرهاب من خلال إقرار قانون ينظم عمل المجلس. كمان انخفضت العمل الإرهابية بنسبة تصل إلى 85%، وموضوعات أخرى كثيرة حول هذا الملف المهم تقروها بكرة في اليوم السابع. الأخبار قامت بعمل ملف خاص عن الدعم،
وأشارت الجريدة أنه مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ بالفعل تنفيذ منظومة الإصلاح، ومن أهم محاورها قضية الدعم، وقالت أنه هو تضاعفت فاتورة الدعم في آخر 8 سنوات والنصيب الأكبر كان للطاقة، ده بالإضافة إلى المواد البترولية اللي بلغت بالفعل 716.5 مليار جنيه، والكهرباء 143 مليار، ده بالإضافة إلى الدعم التمويلي. وأصبح الفرد بيحصل على 50 جنيه من السلع شهريا و57 قرش للرغيف، يستفيد منها 80 مليون مواطن. اليوم السابع أبرزت حصد أبطال مصر في الألعاب المختلفة 25 ميدالية متنوعة خلال أول 5 أيام في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا في مدينة الإسبانية، وتشارك مصر فيها للمرة الرابعة طبعا ببعثة قوامها 280 لاعب ولاعبة بيمثلون 23 اتحاد رياضي وموضوعات أخرى كثيرة حول هذا الموضوع. الحقيقة مصر بتشجع جميع الألعاب خاصة أنهم بيرفعون اسم مصر عالميا، فألف مبروك كمبدئيا لكل الأبطال اللي بيرفعوا اسم مصر بالخارج. هنروح دلوقتي لأبرز المقالات لكبار الأقلام الصحفية. الكاتب الصحفي عماد الدين حسين من الشروق كتب تحت عنوان لا تذبحوا اللاعبين لكن حاسبوا المقصرين، وتحدث فيه عن هزيمة المنتخب القومي لكرة القدم في الثلاث مباريات في كأس العالم، وقال إنه ليس من العيب أن ينهزم فريق لكن المهم أن يكون بذل ما يمكنه من جهد. وقال عماد في مقاله إنه يجب عدم ذبح اللاعبين ويجب التفرقة بين مستوى اللاعب والإدارة والتدريب، وطالب بفتح تحقيق فوري عما أثير من اتهامات بالإهمال والتقصير، وإن بعض هذه الاتهامات ترقى إلى مستوى الفساد إذا تم إثباتها. وسرد عماد في مقاله نتائج بعض المنتخبات وكذلك الأزمات التي أثيرت حول المنتخب، وقال نريد منهج لا يعيد إنتاج الهزائم والإحباطات والارتباكات والفهلوة وعدم الكفاءة التي تسيطر على مجالات كثيرة في حياتنا. ومن الأخبار ده مقال آخر بقلم الكاتب الصحفي محمد بركات تحت عنوان المونديال وسنينه، بيتحدث فيه الكاتب عن خروج مصر من بطولة كأس العالم، وأنه كان يأمل أن يكون خروج المنتخب الوطني من المونديال ليس بهذه السهولة ولا بتلك الطريقة المخيبة للتوقعات. بركات قال إن النجاح لا يأتي صدفة والتوفيق لا يصيب إلا من يسعى إليه ويعمل من أجله، وقال إن هناك مطالب كثيرة بالبحث عن أسباب التقصير ونداءات عديدة لحساب المقصرين، ولكني أرى أن المهم هو أن ندرس بهدوء وموضوعية ما جرى وما كان، وأن نخرج من ذلك بخطة واضحة وبرنامج عمل محدد للاستعداد للمونديال القادم. فهل نفعل ذلك أم نغرق في موجات الانفعال وجلد الذات؟ هنروح لفاصل ونكمل مع حضرتكم بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بكم من جديد، هنروح سريعا لفقرة الكاريكاتير. أول كاريكاتير معانا بريشة عمرو فهمي وهو تحت عنوان الفساد. وتاني كاريكاتير من الرياض السعودية بريشة عبد العزيز ربيع عن قطر ودعمها للإرهاب. البيان الإماراتي ده كاريكاتير بريشة عامر الزعيبي عن نفس الموضوع. عقاب السعودية كاريكاتير بريشة سالم الهلالي عن الحوثيين. وحنروح سريعا لأبرز ما جاء في الصحافة العربية والدولية. حظ
أضيفت الزيارة اللي بيقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الفاتيكان بتغطية واسعة من الصحف الفرنسية الصادرة النهاردة. بنبدأ من ليبرسيون اللي تساءلت إذا كان رئيس الدولة الفرنسي السابق فرانسوا أولان بقي 3/4 الساعة في المكتب البابوي، فكم من الوقت سيبقى ماكرون هذه المرة خلال لقائه البابا فرانسيس لأول مرة في الفاتيكان؟ وهل سيتم الانسجام بين رئيسي الدولتين؟ وتجيب الصحيفة إن كل شيء تقريبا بيفصل بينهما على الورق ظاهريا ما بين بابا الفقراء ورئيس الأثرياء، ولكن مواضيع وقضايا متعددة وساخنة على الساحتين الأوروبية والدولية ستشكل بالتأكيد وفقا للصحيفة، وتشكل كمان محاور التقارب بين الفاتيكان والدبلوماسية الفرنسية. الديلي تلغراف نشرت مقال من صحراء النيجر بعنوان الجزائر بتلقي بآلاف اللاجئين في قلب الصحراء ضمن حملة يمولها الاتحاد الأوروبي. بيسلط المقال الضوء على معاناة الآلاف من اللاجئين وبينهم أطفال بعدما ألقت بهم الشرطة الجزائرية في هذه المنطقة الصحراوية وعلى مسافة قليلة من الحدود بين الجزائر والنيجر، كما يصف معاناة الأطفال والنساء في هذا العذاب. صحيفة التليتلغراف تحدثت عما تسميها مزايا جديدة سيقدمها الفيسبوك لأصحاب الهواتف الذكية، وتسمح هذه المزايا للمستخدمين بمعرفة الوقت اللي بيقضوه أمام مواقع التواصل الاجتماعي، وبتسمح كمان لكل مستخدم بضبط عداد الوقت لإعداد الحد الزمني الأقصى لمتابعة تطبيق الفيسبوك. وبتضيف تلغراف ان التطبيق سيسمح للمستخدمين بنطاق جيد وجديد من الصلاحيات، اذ بيخبر المستخدم يوميا بعدد الساعات اللي قضاها امام الفيسبوك وبيسمح له بتحديد الوقت اللي يجب ان يقضيه هناك. صحيفة الجارديان نشرت مقال بعنوان الكاميرات الطائرة تستطيع التعرف على رقعة انتشار الأمراض القاتلة لأشجار الزيتون حول العالم، لأن أشجار الزيتون وبعض المحاصيل الأخرى بتصيبها أمراض فتاكة، وبيجب الآن التعرف على هذه الأمراض في مراحل مبكرة قبل أن تظهر الأعراض للعين البشرية المجردة، وذلك عبر نشر كاميرات طائرة بتصور الأشجار بأشعة دون طفيفة وبتتعرف كمان على الأشجار المصابة. المقال بيقول إن هذه التقنية مفيدة جدا لإنقاذ أشجار الزيتون واللوز ونحو 350 نوع من الأشجار الأخرى، إذ باستطاعتها التعرف على درجة التغير الطفيفة في لون أوراق الأشجار المصابة بما يتيح بدء العلاج بشكل مبكر. دي كانت منشطتنا النهاردة، غدا إن شاء الله منشط جديد مع رني هاشم. إلى اللقاء.